اتكلمت انا في الفيديو اللي فات عن ازاي نخلي الشركات الكبيره زي مايكروسوفت وامازون والكلام ده كله زي نعدم انترفيو بتاعها. اتكلمت على البروبلم سولفينج وعلى السيستم ديزاين وعلى البيهيفيرال كويشنز والكلام ده كله. جات لي اسئله كتير، طب احنا بنبعت اصلا سيفيهات للشركات ديت ومحدش بيرد علينا، اصلا نوصل لها ازاي؟ الكلام ده كنت اتكلمت عنه قبل كده في فيديوهات متفرقه، فحاول اجمعه في فيديو واحد. اول ستيب خالص مرحلة السي في. حلو، انسى تماما بقى كل الاقاويل الاسطوريه بتاعت مصر بتاع ان السي في لازم يكون صفحه واحده او صفحتين او الكلام ده كله. لا، انت بتيجي تبعت السي في، وبان انا مش عايز اشغل دماغي خالص بالفرق بين السي في والريزومي والكلام الهكس بتاع اللي ملوش لازمه اللي موجود على النت دوت. انت عايز تبعت حاجه. المشكله في الشركات الكبيره جزء منها قبل، يعني الشركات كتير منها بيبقى عندهم اوتو فلتريشن سيستم او اوتو فلترنج سيستم. الاوتو فلترنج سيستم دوت انت مثلا بيفتح شغلانه شركه زي جوجل مثلا، الريكروتر بتاع مثلا قسم السكيورتي في اليوتيوب مثلا ممكن يكون تحت ايده مثلا 20 وظيفه. حلو، كل وظيفه مثلا ممكن يكون بيجي لها كل اسبوع 100 ولا 200 ابلكيشن، ماشي؟ فانت بتتكلم 20 في 200، واخد بالك، بتتكلم في حوالي 2000 ابلكيشن في الاسبوع، ماشي، 4000 يا ربي. فانت هو مستحيل بكل المقاييس هيقرا 4000 سي في. اللي بيحصل ايه؟ في اوتو فلترنج سيستم بيبص في السي في وبيعمل له سكان. ساعات بيكون موديل تافه جدا، مجرد بيبص على كي ووردز معينه، وساعات بيكون حاجه معقده شويه فيها ماشين ليرنينج وكلام من ده، وبيحاول يطلع سكورز للسي في، ولو السي في عدى سكور معين بيدخل على مرحله ان هو بيروح للانبوكس بتاع الريكروتر. الفكره ان انت لو السي في بتاعك قصير صفحه وصفحتين والكلام الفاضي ده، نسبه ان هو يجيب سكور عالي بالسيستم دوت اولموست شبه معدومه، الا لو حظك انت بقى يعني فظيع انك انت الصفحتين اللي انت كاتبهم هو اللي السيستم بيدور عليهم بالظبط، ودي حاجه نادره جدا يعني. فهي الفكره انت المفروض السي في يكون فيه كل ما له علاقه باللي انت عملته في حياتك، وله علاقه بقريب او من بعيد بالشغلانه اللي انت بتقدم فيها. يعني عملت انترنشيب مش عارف ايه، عملت ابلكيشن في الكليه كنت بتجرب ايه، اتعلمت في ايه مش عارف مين، حضرت سيشن ما اعرفش ايه عن مين، كل الكلام ده اكتبه. والاكسبيرينسز بتاعتك في الشركات اللي فاتت، ما ينفعش تقول مثلا ايه اشتغلت مثلا انجينير في اي بي ام ايجيبت وكنت مسؤول عن الباك اند بتاع البيمنت سيستم. ايه ده يعني، ده بتاع ايه ده، ولا مين ده، ولا فين، ولا بيشتغل ايه ده، ولا بيعمل ايه، ولا مين ده اصلا، ولا ما فيش اي حاجه، انت ما حطيتش اي معلومه ليها اي لازمه. ايه التكنولوجي اللي اشتغلت بيها؟ كنت انت شغال اي سي ولا شغال مانجر؟ كنت مسؤول عن ايه بالظبط؟ السيستم دوت عباره عن ايه، بيتباع فين، مين الكاست، اي حاجه، اكتب اي ديتيلز شويه عشان يبقى الموضوع محتاج يتقري. فانت اول خطوه تعملها بتيجي تعمل السي في زي ما قلت، كل المعلومات اللي ممكن تتخيلها ليها علاقه بالشوب بتحطها، وتعمل كاستمايزد سي في. يعني ايه كاستمايزد سي في؟ انليس ان انت واحد مثلا عندك خبره 15 20 سنه ولا حاجه، واخد بالك، فانت وصلت لمرحله ان انت السي في بتاعك كبير كفايه. انا مثلا السي في بتاعي 17 صفحه تقريبا، فانا ما بعملش كاستمايزيشن للسي في خالص، انا نفس السي في بعته لكل الناس وكل الناس بترد. فانت لو انت ما عندكش الامكانيه دي، فانت لازم السي في بتاعك يكون كاستمايزد للشغلانه اللي هتبعت عليها. يعني لما تيجي تبعت سي في لامازون وسي في لفيسبوك، لازم يكون الموضوع كاستمايزد شويه على حسب الشركه وعلى حسب الشغلانه. لو بتقدم مثلا على باك اند غير ما تكون بتقدم على فول ستاك. تكستمايزه ازاي؟ تحط ديتيلز زياده في الحاجات اللي علاقه بالشغلانه. يعني انت اشتغلت مثلا في شركه 3 سنين، جزء منهم مثلا سنه باك اند وسنتين فول ستاك، لو انت بتقدم في شغلانه فول ستاك يبقى معظم الديتيل تكون على الجزء بتاع فول ستاك. حط فيه ديتيلز كتير. هم مثلا شغالين في حاجات ليها علاقه بالبيمنت سيستمز مثلا او كده، وانت اشتغلت في البيمنت سيستم 6 شهور، كتر قوي في الكلام في البيمنت سيستم، ماشي. الشغال مثلا انت بتقدم في شركه زي مثلا امازون مثلا، عندهم حاجه اسمها ليدرشيب برينسيبلز، تبتدي تقطع معلومات، تدخل ايميل الليدرشيب برنسبلز دهيت وهايلايت الحتت اللي في السي في بتاعك او في الخبره بتاعتك اللي هي علاقه بالليدرشيب برنسبلز. يعني من الاخر اعمل السي في على حسب الشركه والشغلانه اللي انت بتقدم فيها. ده لو انت خبرتك
من صفر يعني لسه متخرج لحد يمكن 10 سنين خبرة، لازم تعمل حاجة زي كده. ده ليه كذا فايدة. أولا هيعدي من الفلتريشن سيستم، هتاخد سكور عالي. ثانيا لما يروح للريكروتر ويجي يبص عليه مانيوال، الريكروتر بيعمل حاجة زي الفلترنج سيستم كده بس ادفانسد شوية، بيبتدوا يبصوا هل انت السي في بتاعك ميك سنس في الشغلانه بتاعته، هو عارف الريكويرمنتس بتاعت الشغلانه كويس قوي وعارف ايه اللي الشغلانه محتاجاه. فهيبص هو اخره هيدي السي في بتاعك مثلا 20 30 ثانيه، لو ما لقاش حاجه تلفت نظره ليها علاقه بالشغلانه بالسلامه. النصيحتين دول بس هيعدوك من 70% من يعني 70% من الناس اللي بتقع ومحدش بيرد عليها، او 80% كمان بيقعوا بسبب الحاجتين دول. ماشي. هتيجي خطوة بعد كده ممكن تعملها، انك انت تدخل على لينكد ان. مبدئيا لازم يكون في عندك بروفايل على لينكد ان وفي نفس كل اللي انا كنت بحكي عليه دلوقتي ده. لينكد ان بقى على عكس السي في مش هيكون كاستمايز لشركة معينة، هيكون في كل حاجة. يعني لو انت اشتغلت فول ستاك واشتغلت باك اند، هتحط كل الديتيلز على الفول ستاك، كل الديتيلز على ايه؟ على الباك اند. ماشي. انت بعت السي في وبعت كل حاجة، خش على الشركة نفسها. مثلا انا كان هفترض امازون، خش عليها على لينكد ان، هتلاقي في لينك صغير كده تحت التايتل اسمه employees in amazon working at linkedin او حاجه زي كده. او اريح دماغك خالص واكتب في السيرش بار recruiter at amazon، هيجيب لك recruiters كتير. اعمل لهم في فلترز فوق country وكلام من ده، اعمل فلتر بالrecruiters اللي موجودين في الكونتري انت عايز تروح لها. بتقدم مثلا في انجلترا، بتقدم في بتاع ده في ايرلندا، في الكلام ده كله. والناس دي كلها اعمل لها اد، وفي المسج بتاعت الاد وانت بتاد اي حد يقول لك ممكن تاد نوت او كده، اكتب لهم كده زي اسمه ايه دوت بيسموه ايه كفر ليتر كده بسيط، ان انا انجينير وكذا 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 ونفسي اقدم على امازون عشان بحبها، عشان عاجبني فيها كذا وكذا وكذا ونفسي اعمل كذا وكلام من ده. بتاع واد الناس دي، اد لك مثلا 30 40 واحد، ديفينتلي في حد فيهم هيعمل اكسبت. خش اتكلم معاهم. دي لو انت بتعرف تتكلم وتاخد وتدي، هتعديك مرحله الفلتريشن دي خالص. عديت مرحله الفلتريشن والكلام ده كله، الريكوتر رد عليك. الريكوتر هيعمل مكالمه اللي هي بيسموها الاتش ار كول، على عكس المتعارف عليه. الاتش ار كول بالنسبه لامازون، بالنسبه لمايكروسوفت، وبالنسبه لجوجل، وبالنسبه لفيسبوك، وبالنسبه لكل الشركات الكبيره، مختلف خالص عن الاتش ار كول بتاع مصر. الاتش ار كول بتاع مصر هو عبارة عن شخص في معظم الأحيان، يعني 9 out of 10 يعني، بيبقى شخص مش عارف أصلا هو عايز يختبر إيه، بس هو محطوط في البروسيس بس لمجرد إن هو يحسسه أهميته. فابتدي يسأل أسئلة، شايف نفسك فين بعد 5 سنين وكل الهكس ده. لا، الريكوتر كول بيبقى 70-80% منها هو بيديك معلومات، مش عايز يعرف منك معلومات. يعني عايز يديك معلومات كفاية عن الجوب وعن الشركة، بحيث أنت ما تاخد ديسيجن أنا عايز أكمل، تبقى متاكد ان الجوب ده هي اللي بتدور عليها. فتوقع 70-80% من المكالمه هو مستنيك تسال ويجاوب ويعمل. فجزء كبير جدا برضه من اللي بيوقع ناس، ان انت بتلاقي واحد مستني البتاع دهيت ومتوقع ان هو هيتسال، فهو ما حضرش اي اسئله، فيجي الريكروتر يحاول يقول له عندك اي اسئله، يقول له انا ما عنديش. فالريكروتر بيعمل لك ريجكشن لانه شايف انك انت شخص بتقدم في اي شركه وخلاص. يعني مستحيل بكل مقاييس الريكوترز الموجوده في الدنيا ان انت انترستد مثلا في امازون بالذات وما عندكش اي سؤال عليها خالص. ما عندكش سؤال مثلا على طريقه الشغل، على المرتبات، على الحياه نفسها مثلا في انجلترا لو انت مقدم في انجلترا، ولا في ايرلندا لو انت مقدم في ايرلندا، على طريقه البرفورمانس، على اي حاجه خالص، ما فيش صفر. فدي برضه من ضمن الحاجات اللي بتوقع ناس كتير، ان انت تبقى داخل مكالمه زي دي وما فيش اي اسئله من اي نوع. الريكوتر ساعات بيسأل أسئلة بسيطة جدا في المكالمة دي. يسألك مثلا احكي لي ايه الاكسبيرينس بتاعتك. فأنت متوقع منك في كونفرسيشن زي كده انك تحكي الاكسبيرينس بتاعتك في عجالة، وتركز على الحاجات اللي انت شايف ان ليها علاقة بالشغل بتاعهم. زي ما انا قلت قبل كده، مثلا انت رايح في تيم بيمنت، انت اشتغلت في حاجة علاقة بالبيمنت كده، او لو انت ما اشتغلتش في حاجة ليها علاقة توري انت ليه انترستد في حاجة زي كده. لو مثلا انا كان نفسي جدا اشتغل في أليكسا، كان نفسي اشتغل في حاجه ليها علاقه بالاي اي والكلام ده كله بتاعه، وكان نفسي اشتغل مثلا في امازون برايم فيديوز. انا هاوي جدا موضوع الافلام، وان انا اقعد اعمل اوبريشنز والبروبلم سولفنج بتاع ان انا ازاي فيلم مثلا 4K اعمله ستريمينج بتاع دوت هندرز اوف ثاوزندز فيوزر في نفس الوقت والحاجات ديت.
فانت لازم تكون مجهز كل الكلام ده. حلو. الريكروتر غالبا ما بيسالش اسئله، يعني شركات قليله قوي اللي لقيتها الريكروتر فيها بيسال اسئله زي انترفيو. شركه واحده يمكن او شركتين في حياتي بره مصر هما اللي سالوني اسئله من نوعيه انت امتى تستخدم كيو، امتى تستخدم ستاك والحاجات دي. بس دي المفروض كلها اسئله تافهه يعني، هو بس بيتاكد ان انت يعني مش مصور السي في، يعني مجرد بس ايه بيسموها بويلر بليتنج يعني. بعد لو عملت كل اللي بقولك عليه دوت، نسبه انك تعدي من كل المراحل اللي بتكلم فيها ده هي فوق 90% جارانتيد يعني. وصلت للمرحله اهي، الريكروتر غالبا لو انت عملت اللي بقولك عليه ده هيقولك في نفس المكالمه ان احنا عايزين نعمل فون انترفيو او عايزين نعمل تكنيكال تيست. غالبا ده يعتمد على الاكسبيرينس بتاعتك، لو انت لسه متخرج من الكليه عندك سنه سنتين ثلاثه هيبعت لك تكنيكال تيست، لو انت اكسبيرينس عاليه هيحذفك على الفون انترفيو على طول. حلو. وفون انترفيو التكنيكال تيست غالبا بيبقى بروبلم سولفنج على حاجات ملهاش اي لازمه كده، فهي دي شرحتها في الفيديو اللي فات ممكن ترجع له. والفول انترفيو نفس الكلام برضه بيبقى بروبلم سولفنج، برضه على حسب الاكسبيرينس بتاعتك ممكن يبقى بروبلم سولفنج بس، ممكن بروبلم سولفنج سيستم ديزاين ما اعرفش ايه، وعدده بيتحدد برضه على حسب السنين الخبره بتاعتك. يعني انا كان في شركات حذفتني على طول على الفول لوب، وفي شركات كانت بتعمل لي انترفيو واحد على التليفون مجرد بس يتاكدوا الدنيا كل حاجه تمام. بس هو كل الفول انترفيو والتيست والكلام ده كله بروبلم سولفنج، ونفس الكلام اللي اتكلمت فيه في الفيديو اللي فات. اخر مرحله مرحله اللوب، ومرحله اللوب ده هي الفيديو اللي فات برضه. فانا زي ما قلت لكم هنا هو مجرد الموضوع مجرد بس انك انت تنسى خالص شويه الاساطير بتاعت مصر بتاعت السي في يكون قليل وما اعرفش ايه. وحاجه برضه مهمه جدا، حاول تكتب السي في في وورد، وحاول تعمل سبيل تشيك، لان السبيل تشيك هو مع ان الريكروترز نفسهم ما بيهتموش قوي بانك عامل سبيل تشيك صح ولا غلط، بس الفلتريشن سيستم بيهتم. يعني هو للاسف لما يجي يدور على كلمات هيدور على كلمات صح، مش هيدور على كلمات مكتوبه غلط. فانت لو كاتب حاجات كتير غلط هتلبس في الحيطه، مع ان ممكن تكون عملت كل اللي قلت لك عليه ده. فانت اعمل سبيل تشيك للسي في، اتاكد ان كل حاجه معموله صح، شوف لك تمبلت تكون محترفه مفيش فيها زرافه كتير. يعني حوار بقى التمبلتس اللي فيها الوان وفيها زراير وفيها اسهم واب وداون وكده، لما اكون متقدم ان شاء الله يعني على ديزاينر شوب ممكن يعني يبقى السي في ده ميك سنس بالنسبه لك. انما انت لما بتكون بتقدم على بروفيشنال جوب في انجينيرنج ما حدش متوقع منك البهرجه دي، وخصوصا ان هو غالبا السي في في الاخر بيحصل له برينتنج على ليزر برينتر ابيض واسود، فكل الكلام ده هيروح في الزباله. فانت اصلا كمان تاكد ان السي في، حاول يعني تتاكد ان السي في يكون برينتابل ابيض واسود وشكله نظيف، لانه لو عمل له برينت وطلع حرام كده اهو في الاخر برضه هتلبس في الحيطه. بس دي كل النصايح اللي شفتها وشوف، والحتت اللي الناس فعلا بتقع فيها وبتوديهم في داهيه في التقديمات. بس هو ده يعني، لو مشيت على ده ومشيت على الفيديو التاني بنسبه كبيره ممكن توصل في الاخر اللي انت عايز توصل له. بس كده.